احنا النهارده الحمد لله الاحتفاليه اللي احنا فيها ديت بمناسبه تدشين تقنيه الاي ار اللي هي اوجمانتيد رياليتي، وهي اول مره تطبق في الصحافه العربيه وفي الشرق الاوسط. هي الفكره ببساطه ان التقنيه ديت بتحول الصحافه الثابته المقروءه لصحافه متحركه فيديو وصور، وده بينقل فعلا الصحافه الجريده المقروءه بينقلها لان هي تبقى جريده رقميه او ديجيتال، تتفرج على فيديو تتفرج على صور. وده اول مره يتطبق في مصر وفي الشرق الاوسط. الخبر مره واحده بيقرا ان هو بيبقى ابديت، بيقرا ان هو يقراه على مدار اليوم بالابديت بتاعه. غير كده هو كمان هي مش بس كمان من الناحيه الصحفيه، يعني مش موضوع ان احنا ننقل القارئ للحدث كمان، لا ده احنا طورناها تبقى من الناحيه الاعلانيه بحيث تقدر تفيد المعلن. انه ازاي نقدر نستخدمها في الناحيه الاعلانيه؟ في الناحيه الاعلانيه في برضك الاعلان في الجريده اللي هو الثابت دوت، احنا ابتدينا ان احنا نشتغل عليه بحيث ان هو يبقى اعلان متحرك بنربط بيه فيديو او بنربط بيه صور، فيقدر فعلا المعلن ان هو يستفيد استفاده كبيره جدا من الخدمه ديت. ده غير كمان اعلانات الاوت دور اللي هي تبقى الطرق برضك بيقدر يعمل عليها سكان بيخش بيها على ان كان اوتيل ان كان قريه سياحيه ان كان شركه سيارات، ده بيساعد المعلن فعلا ان هو يقدر يستفيد بالخدمه دي كويس جدا. يعني الخدمه مش بس ان انا ابص في الجرنان، لا انا ممكن ابص في مكان عام او على الاعلان بتاع الاوت دور لاخبار اليوم فاقدر اشوف الاعلان. تمام بالظبط كده، وده حضرتك عمل فعلا حراك في السوق الاعلاني في مصر، وده ان شاء الله يعني قدام كده هيبقى ليه مردود ايجابي جدا. هي طبعا خدمه الاوجمانتيد رياليتي هي تعتبر خدمه انفردت بها اخبار اليوم في تطبيقها في الصحافه والاعلان، وطبعا هي تقدر تخدم ناحيتين اساسيتين جدا لاخبار اليوم. اول ناحيه هي الناحيه الصحفيه، ان انا اقدر احدث الخبر بشكل مستمر، اقدر اعمل فوتو جاليري بشكل كويس جدا على الصوره، لان انا بخرج الصوره من حيز الجرنان وبنطلق بها بعيد عن الجرنان، ان انا اقدر اركب اكثر من صوره على نفس الخبر، وده ما كانش بيحصل لان انا كنت ببقى مقيد بصوره واحده مع الخبر. انما النهارده انا بقدر اركب اكتر من صوره فوتو جاليري، اقدر اركب فيديو، ده على الجانب الصحفي. اقدر ان انا اقرا الجرنان الصبح بصيغه اخبار بتاعتي النهارده قريتها الساعه 9 صبح او 10 بالليل، اقدر اتفرج على اخبار جديده واقدر اشوف صور جديده خاصه بال في نقط كده. ازاي المستخدم العادي او اليوزر العادي يقدر يستخدم الخدمه ديت من خلال الموبايل والجرنان؟ طبعا هو بيقدر، طبعا لازم يكون بيستخدم اندرويد او اي او اس. الاي او اس طبعا خاص بالبرودكتس اللي هي بتاعه الابل، الايفون، الايبود، الايباد. بيقدر ينزل برنامج اسمه لاير كويس، السبيلنج بتاعه ال اي واي اي ار، بيقدر ينزله من الاب ستور هو فور فري، ده من الاي او اس اللي هو البرودكتس بتاعه الابل. انما الشق الثاني اللي هو الاندرويد بينزله من على جوجل بلاي برضو لاير، وهو ابلكيشن فور فري. لما بينزله على الجهاز بتاعه بيعمل ايكون صغيره مختصرها اي ار، بيدوس عليها بتفتح له عدسه، العدسه ديت بيقدر يخلي الجرنان في حيز العدسه ديت، وبيدوس عليها بيعمل سكان فبيبتدي يشوف الاخبار اللي احنا رابطينها بالجرنان بصور بفيديو، بيقدر يتفرج بقى بيشوف حاجه تانية خالص مش الجرنان اللي احنا اعتدنا عليه يعني. فالموضوع بدا يخدم الجانب الصحفي بشكل قوي جدا ناهيك عن الجانب الاعلاني، لان الجانب الاعلاني ده شق تاني خالص، واخبار اليوم يعني عملت فيه فعلا نقله تانية خالص في عالم الاعلان. والله احنا بنرحب بيكم في الايفنت اللي عاملاه اخبار اليوم. بوابه اخبار اليوم بوابه رائده في عالم الصحافه في وسط البوابات الكبيره.
الاوجمانتد رياليتي هي خدمه ان شاء الله هتفيد المؤسسه بشكل كبير جدا في انها تخلي القارئ يطلع على الاخبار اللي هي كان بيقراها قبل كده، بعد كده هيقراها وممكن يشوفها ويسمعها من خلال ان هو يشوف الفيديوهات بتاعتها او يتصفح الفوتو جاليري من خلالها، بدل ما كان مثلا بيشوف الخبر بصوره واحده يقدر يشوفه بعشر صور، او لو مثلا في خبر عن ماتش معين او مباراه معينه فيقدر ان هو يشاهد الاهداف بتاعه الماتش دوت او الملخص بتاع الماتش دوت. وفي نفس الوقت كمان الموضوع هيبقى فيه افاده كبيره جدا في الناحيه الاعلانيه، لان احنا نقدر ان احنا ننقل الاعلان اللي موجود في التلفزيون، بدل ما الإعلان يبقى صورة قدامك تقدر ان انت تشوف الإعلان لو في برودكت معين تقدر ان انت تشوفه وتعرف امكانياته ازاي من خلال ان انت تشوفه 3D او تشوفه فيديو او تشوفه فوتو جاليري. وفي نفس الوقت تقدر ان انت تتصل بالشركة نفسها من خلال الاي ار، من خلال خدمة الاي ار تقدر ان انت بضغطة واحدة بس تنقلك الاتصال مباشر بالشركة اللي هي عاملة إعلان. وبرضه في مجال الاوت دور تقدر ان انت وانت ماشي في شفت اعلان قدامك، مجرد ما تعمل سكان للاعلان دوت تقدر ان انت تشوف الاعلان دوت برضو، يا اما فيديو يا اما صور. هيبقى في تفاعل اكتر مع الاعلان عن ان انت تشوف حاجه صامته. يعني خدمه اوجمانتد ريالتي هي خدمه تفاعليه بنقدر من خلالها ان احنا نربط الموبايلات او موبايلات سواء او اس اي او اس او اندرويد من خلال ايفون او موبايلات الاندرويد سامسونج وغيرها، ان احنا نخلي القارئ يقدر ان هو من خلال الجورنان من خلال برنامج معين اللي هو اسمه لير ان هو يشوف الجورنان بصوره مختلفه تماما. الصور الثابته اللي في الجورنان بنقدر احنا من خلال قسم المالتي ميديا وشبكات المالتي ميديا ان احنا بنصور كل الفعاليات وكل المظاهرات او الاحداث الفنيه او الاحداث الثقافيه او الاحداث السياسيه وما يدور، بنحول الصوره اللي هي الصوره المطبوعه الى صوره تفاعليه من خلال الفيديوهات اللي احنا بنقوم بتصويرها وتغطيتنا للاحداث. احنا اللي بنخلي الجورنال مربوط بالموقع وبالويب سايت بحيث الصوره اللي في الجورنال ما تبقى ثابته، صوره متغيره وصوره متحركه باستمرار. المؤسسه هتبقى ليها اليد العليا طبعا في الصحافه الالكترونيه. احنا من خلال الاي ار ما بيناش مؤسسه خاصه بس بالجرايد المطبوعه وبالمجلات المطبوعه، احنا كمان الفيديوهات والصور والاحداث اللي بتدور في مصر كلها الناس ممكن من خلال الموبايل ان هي تتفرج عليها وتتابع كل الاخبار بالصوت والصوره المتحركه، مش الصوره بس. ان انت يعني في جمهور كبير جدا بيحب يتفرج على التلفزيون، احنا لا، مزجنا الانترنت ومزجنا التلفزيون ومزجنا الاذاعات في خدمه الاي ار ديت. بتبقى انت عندك كيان متكامل، جورنون اللي بيحب يقرا الجورنال المطبوع وبيتابع بتحب يتفرج على الصور اللي في الجورنال والاحداث اللي بتحصل هيلاقي الجزء دوت، اللي بيحب يتفرج على الفيديو والحاجات المتعلقه بالانترنت ممكن من خلال الاي ار ان هو يتفرج على الفيديوهات ويشوف ويتابع الاحداث ديت. في خدمه تفاعليه كمان ان احنا ممكن نربط رابطين الاعلانات، ان انت بدل ما مثلا بتشوفي اعلان مطبوع فقط لا، انت ممكن تخش الاعلان او ممكن تتصفحي الصور او تتصفحي الجاليري او تشوفي المنتج اللي احنا بنعرضه من خلال الاعلانات برضو من خلال الاي ار في اخبار اليوم.